مين اللي هناك؟ حصل للكاسيت بتاعه وحاولت اراضيه مفيش فايده. قلت له التعويض اللي انت عايزه انا مستعد. كل الفلوس اللي معايا كل تعالى. خلي فلوسك معاك وانا هتصرف. ما هي برضه غلطتي اتعودت سنين طويله اسيب الجراج على ابوك الله يرحمه ونسيت انك لسه عظمك طالع على الشغلانه. نسيت. لا ما نسيتش يا ريس عمر، انا جدها برضه وخليك على ما اتعودت عليه. شيل بروسلي ده. انت بتتكلم جد؟ هأجيله زي زبون يعني. هتتفرج عليه ازاي؟ مع جماعة أصحابي. كام؟ على العموم أنا هقفل المحل دلوقتي، خليه معاك لغاية الصبح. بس خلي بالك منه يا صبحي. شكرا ده ليه؟ باتي. نادي يا مرحبا. ايوه يا شوف الشروق ده انا معاك وماله بس نسيت ابو علي الاول الحاجات القطاعي دي في النهايه عشان بقتش تغازيني يعني ربنا يخليك عايزين نعمل الشغل الكبير بقى بتاع زمان. طيب يا اخي هاجي لك الصبح. حاضر مع السلامه. الاخ جاي بالشريط ده وعايز يشغله. ايه شغل العيال ده؟ انا مالي ذنب يا استاذ حسن، ده هو اللي جاي يستاذينك. اطلع الله يا ابني. شرايط بتبقى مسروقه على فكره. مسروقه ايه؟ انا جاي استاذن بالادب. طب اتكل على الله. فيها يا استاذ حسن؟ نتفرج عليه، الفيلم ده حلو، يمكن يكون احسن من ده. الباب وعرض التاخد. مش ماشي، انا قاعد هنا بمزاج وبفلوس، انت مش فتوانة. فتوانة؟ يا ابني. شوف الحته اللي نقعد فيها يا عم. يا جماعة معلش حسن عنده حق كلام لازم يمشي بس الشروط دي انا بأجره من السلم يعني بلاش مع انه كان حلو يعني ابو علي بطل رياضي كبير النبي احسن علي يا كابتن أول مرة أشوف بطل كاراتيه مش أحمر لحمه لا أنا مش بطل كاراتيه أنا لعبت مصارعة حرة بس أفهم في الكاراتيه برضه يا ما نفسي أتعلم الكاراتيه دي على أصول ليه؟ جدعانة بس مش عايز اتاكل اوانطة اصل غريب مش من هنا انت منين؟ انا من تلمس صح ليا قرايب ومعارف يعني تجار وفاتحين محلات بس انا مش هبقى تقيل على حد من مقصود يعني ممكن تعلمني الكاراتيه ده ولا تؤمر بيه بس انت جسمك كده ما لعبتش رياضه من قال انا لعبت رياضه ايام فتره التجنيد كتير بس الكاراتيه ما البركه في السيادة دلوقتي الشريط الشرطة اهو يا محمود عملت لك وش شاي مين المزح يا جدعان
دماغي ازاي؟ شوف ده ساكت. فتح عينك كويس وخد بالك من كلام المدرب. كل العيال دي خايفة تتاكل او انت زيي. انا اللي ملخبطني ان انا مش عارف ايه الصح وايه الغلط. انا اسمعهم بيقولوا ان كل واحد يخطط لمستقبله ويبني نفسه. طيب انا مستعد، حد يدلني، حد ينور لي سكه. انا مستعد اكسر حجاره الجبل، بس في الاخر تطلع حاجه حلوه، حاجه حلوه امسكها بايديا وابقى فرحان بيها، واللي حواليا كمان يبقوا فرحانين بيها ان انا عملتها. انا من ساعه ما سبت بلدنا وجيت مصر وانا كل طلعت نهار اسال نفسي ايه اخرتها يعني؟ هفضل طول عمري سايس وابوت اموت زي ما ابويا ما مات؟ الله يرحمه هاتوا غيره وغيره يجي ويجي غيره وسيا الدور وكان الله يحب كل كل ماليش نفس. انا اللي عازمك على السينما يا اخي، وكل ما ابص في الصور الاقي بتوع الكاراتيه بيندهولي. ادينا داخل اللغب. يلا انت عارف ان انا خريج معهد عالي تربيه رياضيه؟ الله بصره. طبعا ما جاش يجاوب التعيين. لا جه يجاوب التعيين، واستلمت هنا في مدرسه في الجيزه. دخلت لقيت الحوش كله بنينه، قلت لهم الله، طب اعلم العيال ازاي رياضه؟ طب اديهم دروس ازاي تربيه رياضيه؟ قالوا طنش. قلت طنش، استقلت ورحت رايح اشتغلت نقاش، اهو برضه منه مكسب ومنه رياضه. تالت مرة اتفرج عليه، اصله فيلم يملى الدماغ. مالك قاعد كده ليه؟ ما تقعد ريلاكس كده، عايزك تخش جوه الفيلم، هتنسى همومك وتحس انك ملك. بص بقى، بص اهو جاي دلوقتي هروح ضارب رجله شمال اهو، بص ضرب وتلاقيه سيف يعني. ايوه